بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهد الكريم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الليلة حنمشي شرق النيل لمنطقة دينية، منطقة داخرة بالأذكار وتلاوة القرآن. الليلة حديثنا عن ضو وانبان. ضو وانبان تقع شرق الخرطوم، خرطوم بحري تحديد، حوالي 45 كيلومتر عن الخرطوم بحري. تحدها من الجنوب قرية الدبيبة، من الشمال قرية أبو قرون، من الغرب تحدها العيلفون، وشرقا سهل البطانة. كانت منطقة مضومبان منطقة بتاعت غابات، ده في غابر الزمان، لكن شوية شوية بدت الغابات دي تنحسر وبقت المنطقة منطقة شبه صحراوية. كانت طبعا مضومبان دي تعتبر امتداد لسهل البطانة، وكان الرعاة بيجوا ماشيين من سهل البطانة ويصلوا لغاية المنطقة بتاعة مضوم باندي، وكانوا مسمينها السروبة لأنها هي حتة عالية شوية. بيجوا ببهايم، وفي الخريف البهايم قاعدة تموت كتير، فبقوم الذباب يتلمى في الجيف بتاعتها، فقاموا سموها أم ضبان نسبة للذباب اللي بيتجمع حول الجيف بتاعة الحيوانات الميتة. في فترة مايو فكروا في أسماء كثيرة لمدن وأحياء ما جميلة، فقرروا يغيروا الأسماء دي. فقام الرئيس نميري كون لجنة وأداهم مطلق الصلاحية في أنهم يغيروا أسماء المدن والقرى والفرقان الما جميلة، فكانت من ضمن الأسماء أم ضبان، فقاموا سموها أم ضو وانبان نسبة لحلقات الذكر اللي بتعقد فيها ونار القرآن الموجودة في أم ضو وانبان، نار التقابة، تقابة القرآن. مضوم بان عندها دور كبير جدا في الثورة المهدية. الإمام المهدي أمر ود بدر بأنه يحاصر الخرطوم من الجهة الشرقية، فقام قردون سمع بأنه الشيخ ود بدر
متحرك بجيشه وجاي على الخرطوم. فقام جهز حملة بقيادة قائد من قواده اسمه محمد علي. اتلاقوا جيشين في العيلفون. قام جيش غردون للأسف هزم جيش ود بدر. اتقهقر ود بدر لورا، لكن قام نصب كمين لجيش محمد علي ده في غابات مضوم بان، لموا فيه وقرضوه عن آخر. ودي بيقول عنها المؤرخ الكبير مكي شبيكة شيكان الصغرى. المسيد ده تأسيس عنده قصة. قالوا الشيخ ود بدر ومعاه صاحبه الشيخ المقابلي ومكة صوفية بياخدوا جولة على المحبين في المناطق كلها، فدايرين يقطعوا من الشرق للغرب ماشين على الباقير. المركب فاتته، قاموا مشوا لزول كبير استقبلهم وضيفهم وعشاهم، عشاهم بعصيدة بلبن. باتوا عنده. لما صبحوا الصباح قام الشيخ ود بدر قال لي رفيق المقابلي هذا فراق بيني وبينك. الله، الحاصل شنو؟ المقابلي قال له ما لك يا شيخنا، في شنو؟ قال له والله رأيت لي رؤية، قيامة قامت ونصبوا الموازين والكسر رجحت بالموازين، فأنا خلاص دار أسوي لي خلوة والطلبة والمسافرين استقبلهم وقدم لهم الكسرة في حتة اسم النخيرة. عمل خلوته دي وجوه الطلاب، طلاب العلم لحفظ القرآن، وبقى يستقبل المسافرين ويكرمه. بعد شوية قام نقل خلوته دي من النخيرة للحتة القايمة فيها هسه المسيد بتاع مضوم بان. برضو من المعالم الموجودة في مضوم بان الحفير. حفير كبير كانت بتتجمع فيه موية الأمطار والسيول، وبتشرب منه الحيوانات وبيشرب منه برضو الإنسان. الحاجة دي استمرت لغاية ما الخليفة يوسف ود الفكي عمر وصل للحلة الموية من المسيد. الشيخ ود بدر خليفة مشهور وعنده كثير كثير جدا من الأقوال المأثورة. قال كان ما عجيني من البجيني. برضو من أقواله المأثورة قال أمل الكرش وفرش البرش تلقى الزول يجيك من برش. برضو من أقواله المأثورة والجميلة قال الحكم بدور الظهر والقهر والتحمل السهر. وكثير كثير جدا من الأقوال المثبتة عن الشيخ ود بدر وعن منطقة مضوم بان. مضوم بان منطقة عامرة بسكانة، عامرة بأذكارة، عامرة بتلاوة القرآن، ومسيدة مسيد كبير من أكبر المساجد في شرق النيل. هذا ما استطعنا أن نقدمه لكم في هذه الجولة السياحية البسيطة عن منطقة مضوم بان، وإن شاء الله نلتقي مع حي آخر من أحياء مدينة الخرطوم.